مشروعات تنموية مكثفة تشهدها مراكز وقرى محافظة المنوفية لتحسين حياة المواطنين بها. ففي مجال مشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بنطاق المحافظة، بدأ التشغيل التجريبي لمشروع صرف صحي شبرا قبالة بقوسنا بتكلفة تقديرية تصل ل 28 مليون جنيه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في هذا القطاع. وخلال جولته بمدينة قوسنا، أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أن المشروع يخدم 20,000 نسمة، مشيرا إلى أنه تم التسليم الابتدائي للمشروع في شهر يوليو من العام الجاري. تفقد كذلك الأعمال الإنشائية لمشروع محطة معالجة صرف صحي كفر أبو الحسن بطاقة تصل إلى 20,000 متر مكعب في اليوم لتخدم المحطة 9 قرى ويستفيد منها 200,000 نسمة. وبأكبر ميادين شبين الكوم ميدان الإسعاف تجري على قدم وساق أعمال التطوير والتجميل بهدف توسيعة الطريق وإحداث سيولة مرورية باعتباره مدخلا حيويا وهام وإضفاء مظهر حضري للعاصمة. ومن المقرر الانتهاء من أعمال التطوير خلال أسبوع. كما يجري كذلك أعمال تطوير ورفع كفاءة امتداد شارع صبري أبو علم، حيث تم الانتهاء من تركيب البلدرات وبلاط الانترلوك على جانبي الطريق والانتهاء من إنشاء الجزيرة الوسطى وتطويرها. كذلك تم إنشاء منطقة لانتظار السيارات وجاري أعمال التطوير بها. وبمركز الباجور تجري أعمال الرصف والتطوير بالشوارع الرئيسية بالمدينة، كما تجري أعمال فرد طبقة السن بمنطقة الغفارة ومتفرعاتها التي تصل إلى 9 شوارع بطول 1700 متر. وبمركز ومدينة أشمون تجري أعمال مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير واجهة الريف المصري وتغيير نمط الحياة الريفية للمواطنين وإحداث تنمية حقيقية شاملة بمختلف القطاعات الخدمية. المحافظ اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون تفقد هذه الأعمال التي تشمل المجمعات الخدمية بعدد من القرى لتقديم هذه الخدمات لما يزيد عن 45,000 نسمة، لتضم هذه المجمعات العديد من الخدمات الأساسية المهمة التي تمس حياة المواطنين بهدف التخفيف عنهم وتسهيل الخدمات المقدمة لهم. كما تجري أعمال تبطين ترعة سبك الأحد بطول 6400 متر بتكلفة تصل لحوالي 20 مليون جنيه. سوزان مصطفى، التلفزيون المصري.